باس. تعطلت آلة البيع. ما الذي سأفعله الآن؟ أحدهم قادم. لا، إنه ويسكرز. أحتاج إلى بطارية للعبتي، لكن من أين سأشتريها؟ إنها آلة بيع. أريد بطارية. يريد بطارية. ما الذي سأفعله؟ وجدتها. واو، ها حصلت على بطارية. لقد كاد يفضح أمري. لا. رودولف، أرجوك لا تقترب من هنا، لا تقترب. هذه آلة بايع. أريد أن أشتري شرابا. لا، ما من شراب. ولكن ما الذي يجري؟ لما تستغرق وقتا؟ أجل، لدي فكرة. هيا. أجل، أنا ذكي بشكل كبير وأنقذ نفسي. سأشتري شيئاً آخر. يريد أن يشتري المزيد. لا يهم ما سيشتري، مؤكد سوف أجد طريقة. أنا أريد تفاحة. أحدهم تناول قضمة من التفاحة. ما الذي يجري هنا؟ لا، لدي فكرة. إنها تفاحة جديدة. أجل، تغير آلة البيع الأشياء بشكل آلي. ميو ميو، تعالي إلى هنا، انظري إلى آلة البيع السحرية. هذا آلة بيع سحرية؟ حقا؟ أريد أن أجربها. لا، ميو ميو ذكية جدا، كيف سأجعلها لا تفضح أمري؟ أريد عصير البرتقال. عصير البرتقال؟ أي واحد هو عصير البرتقال؟ سوف أجرب هذا. لا، هذا ليس عصير برتقال. واو، إنها تغير الأشياء فعلا. أرأيت؟ قلت لك. لا، ليس هذا أيضا. حسناً، لننسى أمر عصير البرتقال، أريد الحليب. حليب؟ لك ذلك إذن. أرجو
أرجو أن أنجح هذه المرة. كيكي اخرجي الآن، أعرف أنه أنت. ميو ميو، جعلت آلة البيع تتعطل. حقا؟ انظر، إنها ليست معطلة، إنها غير موصولة. آلة بيع الحافلة الصغيرة. أنت محقة. دعني أجربها. الجو بارد جدا، أين أجد شيئا لأكله؟ أنا أتضور جوعا. واو، يامز! أكواز الصنوبر؟ كرة ثلجية كبيرة! انظرا، إنه رجل الثلج! إنه كذلك! لكنه ليس لديه عيون وأنف. إذا دعنا نضيفها له. سأفعل ذلك. يبدو غريبا. يا رفاق، هل تصنعون رجل ثلج؟ مرحباً سيد داو. سيد داو، شاهد الرجل الثلجي الذي بنيناه. يبدو أن هناك خطباً ما في عينيه. الآن يبدو أفضل بكثير، لكن ليس لديه أنف. أنتم بحاجة للعثور على شيء مستدير وطويل. فهمت. قريباً سأخذ جزرة لأكلها. شيء طويل ومستدير، لابد أنه خيزران. ما الذي أخرهم كل هذا الوقت؟ إنهم قادمون. انظر إلى هذا الأنف الذي وجدته، إنه طويل جداً. انظر إلى هذا، دائري وطازج، مثالي لأنف الرجل الثلجي. أعتقد أن ما عندي أفضل، اسمح لي أن أضعه. دعني أفعل ذلك أولاً. انظر، ألا يبدو جميلاً؟ سيد داو، انظر، وجدنا أنفاً للرجل الثلجي. إنه مذهل، أليس كذلك؟ الذي عندي أفضل. ما عندك صغير جداً. توقفا، كفى شجاراً، كلاكما مخطئ. الشيء المدور الذي قصدته كان جزرة. جزرة إذن، أعرف أين أجدها. خذني معك. هذا مؤلم. إنها جزرة. أين الجميع؟ سأضيف هذا الأنف لرجل الثلج. أوه.
يشل الثلج. أخيرا وجدناها. أجل هيا بنا. انتبه ابتعد. ميو ميو. رجل الثلج يتدحرج بعيدا. والجزرة ضاعت ايضا. او لا، انها متجهة الى منزل السيد داو. سأوقفها. أوه لا، فات الأوان. هيا أرجوك حلقي فوق المنزل. جزرة. واو، رجل ثلج جميل. واو، إنه جميل، لكن لا يوجد له أنف حتى الآن. واو، السيد داو رائع. داو، أنا في المنزل. ماذا بك؟ جزرة، في الواقع أنا جائع. شكرا داو. حاجة للعدس. لديك العدد الأقل هذا الشهر. مستحيل، أنت من يحصل على العدد الأقل دائما. عدهم إن كنت لا تصدقني. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. أنت على حق، لدي العدد الأقل. وماذا في ذلك؟ من يهتم؟ لا، لا يمكنني الخسارة أمام ويسكرز. اليوم فرصتي الأخيرة للفوز. لابد لي من الحصول على كثير من الملصقات. من فعل هذا على السبورة؟ هذا صحيح، إذا قمت بمسح السبورة فستعطيني المعلمة ملصقا بالتأكيد. هذا غريب، أين الممسحة؟ أها، لدي فكرة. ممسحة. هاي. مسح السبورة؟ أجل، فعلت ذلك. لقد رسمته لدرس اليوم، سيزور المدير فصلنا. آسف. حتى أنني قمت بإخفاء الممسحة حتى لا يحاول الأطفال مسحها للهو، لكن الآن أوه.
لا ملصقات الآن، يجب أن أجد طريقة أخرى. وجدتها. إذا سقيت النباتات ستعطيني المعلمة ملصقات. ميرشا. كيكي، ماذا تفعل؟ معلمتي، أنا أسقي النباتات. سقيتها هذا الصباح، إذا سقيناها كثيراً فستتعفن الجذور. أنا آسف. لقد جعلت الأمور أسوأ بالنسبة للمعلمة. لا يهم، لست بحاجة إلى تلك الملصقات. يا صغير، هل أنت بخير؟ أنا بخير، لكن ماذا تفعل هناك؟ فقدت المفتاح، لا يمكنني العثور عليه في أي مكان. دعني أساعدك في إيجاده. سيكون ذلك رائعاً، شكراً. أين كنت للتو؟ هناك، 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 وهناك. يمكننا أن نتفرق، سأذهب هناك وأن تبحث هناك. حسناً. هذا المكان كبير جدا، لا يمكنني العثور عليه. وجدتها. مغناطيس. إنه مفتاح سيدي، لقد وجدت المفتاح. تفضل. هذا هو. سوف أتأخر. هاي، انتظر قليلاً. هيا نعد الملصقات التي حصلتم عليها هذا الشهر. ميوميو حصلت على 7 ملصقات، ويسكرز حصل على 6، ورودولف حصل على 6. كيكي. أعتذر يا معلمتي، أنت متأخر، ولم تحصل سوى على 5 ملصقات هذا الشهر. إنها 6. المدير، هذا هو مديرنا الجديد، لنرحب به ترحيباً حاراً. ألست أنت من قابلته للتو؟ أجل، هذا صحيح، لم تتح لي الفرصة لأشكرك. لقد تأخر لأنه ساعدني في البحث عن شيء فقدته. أنا آسف معلمتي، كنت أريد الحصول على المزيد من الملصقات، لكن انتهى بالأمر بجعل الأمور أسوأ. فهمت ما يحدث، كان عليك أن تخبرني، سأعطيك ملصقاً على مساعدتك للآخرين. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. 7، عندي 7 ملصقات. ياه.
القسيمة كولا مجانية؟ واو! آسفة، إنها منتهية الصلاحية. ماذا؟ منتهية الصلاحية؟ لم أشربها بعد. لا يمكنك إعادتها لأنك فتحتها. إذن سأذهب للحصول على بعض المال. أخشى أنه عليك أن تدفع قبل أن تغادر. ماذا علي أن أفعل؟ أها، يمكنني الاتصال بميو ميو للمساعدة. هاتف جوال. الآن لدي هاتف جوال. مرحباً، لماذا لا يعمل؟ الإشارة ضعيفة مجدداً. الإشارة ضعيفة. الإشارة. الإشارة. ميو 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 ميو. ادفع قبل أن تغادر. لم تسمعني، ماذا علي أن أفعل؟ لدي فكرة. مكبر الصوت. شكراً هانك، هذه نقودك. شكراً لك سيدي، اتصل كل ما احتجت إلي. الحصول على المال مقابل حمل الصناديق، أستطيع فعل ذلك. هذا ثقيل جداً، ماذا يجب أن أفعل؟ عربة يدوية. ماذا تفعل هنا؟ أحاول المساعدة. انظر لهذا، هل تستطيع أن تدفع لي الآن؟ لا، سأرسل هذه البضائع للخارج، يجب أن تكون في الشاحنة. ماذا؟ هل أنت بخير؟ نعم، أنا آسف. آسف. يجب أن أعود إلى البيت لأحصل على المال، ولكن كيف أستطيع المغادرة؟ العدسات اللاصقة. لدي فكرة، قبعة غير مرئية. قبعة غير مرئية. قبعة غير مرئية. إذا ارتديت هذا فلن يراني أحد. دعني أجربها. ما هذا؟ أوتش. إنها تعمل حقاً. هذا غريب، الزجاجة لم تقع على الأرض. انظروا،
إنها تتحرك لوحدها، لنمسكها. أنت ثانية، توقف عن العبث. إنك لم تدفع ثمنها. كنت تحاول سرقتها. لا، لم أكن كذلك. أردت فقط العودة إلى البيت للحصول على بعض المال. لم أكن أعلم أن القسيمة منتهية الصلاحية. الآن لا تبكي، لا تبكي، سأدفع عنك. انظر لهذا، مجانية، إنها كرة مجانية. ماذا؟ مجانية؟ كانت مجانية؟ سيد داو، هل أنت بخير؟ بالطبع أنا بخير. انظر، أنا فقط أمارس اليوغا. واو، هذا رائع. بالطبع، هذا سهل جدا. هل أنت بخير؟ بالطبع أنا بخير، إنها مجرد حركة من حركات اليوغا المذهلة. سيد داو، ما هذا؟ إنه يبدو رائعاً. هذا اختراع سيدي الجديد، إنه كلب آلي مساعد. واو، أريد أن ألقي نظرة. كيكي، انتظر. هذا ليس جيداً. سيد داو، سيد داو، تعال وانظر لهذا. ماذا تفعل؟ انظر، إنه يبدو مثلك تماما. هذا سخيف. هذا رائع جدا. هيا نلتقط صورة معا. تم اكتشاف عقبة مجهولة. تم اكتشاف عقبة مجهولة. تم اكتشاف عقبة مجهولة. سيد داو، هل رماك الروبوت الآلي أيضا؟ حسناً، في الواقع إن الأمر أكبر من ذلك. منذ أن جاء الكلب الآلي، سيدي أصبح يهتم به فقط، ولم يعد بحاجة إلي بعد الآن. هذا سيء جداً، سأطرد الكلب الآلي. كيف؟ فقط ثق بي. ها بيبي باس، الحروب الصينية. مسدس ألعاب، هل تمزح معي؟ ماذا ستفعل بهذا؟ اتبعني. إنه هناك. نجحنا. تم اكتشاف عقبة مجهولة. هذا مؤلم. أين السيد داو؟
ما كان علي أن أثق بك أيها الصغير. سيد داو لا تنزعج، هيا لنقاتله مجددا. لا انسى الأمر، أظن أنه علي المغادرة. سيد داو، سيد داو، انظر انظر لهذه الصورة. هذا صحيح، يوجد به مفتاح. لكن كيف نقترب منه بشكل كاف؟ لدي فكرة، بيبي باص، الحروب الصينية. لن يتعرف علينا هذه المرة. دعني وشأني النجدة، ساعدوني. سيد داو هل أنت بخير؟ نجحنا. سترى كيف ستشعر حين يتم التخلص منك. وضع الأمان، قيد التشغيل. لا، سيد داو هيا إلى الطابق العلوي. لحسن الحظ أنه لا يستطيع صعود الدرج، وأخيرا نحن بأمان. داو هل رأيت الكلب الآلي؟ أين الجميع؟ إصلاح كلبي الآلي؟ أنا آسف جداً، سأحتاج ليومين آخرين، سأرسله إليك بعد الانتهاء منه. أحدهم أرسل الكلب الآلي للإصلاح. سيدي لا يزال بحاجة إلي. سيدي هل سيأتي إلى هنا نجم مشهور؟ مشهور؟ إنه سارق، كان يقوم بعمليات سرقة. إنه شرير، إذن سأساعد على الإمساك به إذا رأيته. اسمع أيها الصغير، إن رأيت شريراً اتصل بالشرطة. لمن تلك السيارة؟ إنه يضع قناعاً. لا، السارق يسرق منزل رودولف. اسمع أيها الصغير، إذا رأيت شريراً اتصل بالشرطة. سيدي رأيت السارق في منزل رودولف. ماذا؟ سأصل إلى هناك بعد 5 دقائق. لا أستطيع تركه يرحل قبل مجيء الشرطة. عندي فكرة. علكة. أم أم
سأحتجزك في الداخل كي لا تتمكن من الهرب. لقد خرج. دس عليها، دس عليها. لا، لم يدس عليها. أجل، أوقعت به. لا يمكنك الآن الهروب. لا، عجبا، هذا مستحيل. سأدوس عليها. لقد علقت. هذا مؤلم. لم تنجح خطتي. يجب علي أن أجد طريقة أخرى. عندي فكرة. زيت الطهو. انزلق على الأرض. ما هذا؟ لما يوجد على الأرض زيت؟ هذا ممتع. ماذا يجب أن أفعل؟ سوف يسرق كل شيء من منزل رودولف. فلفل أسود. إذا اشتمه لن يتوقف عن العطس والبكاء. عندها لن يسرق أي شيء. من المزعج أن أصاب بالزكام. ما هذه الرائحة؟ هذه فلفل؟ لا يهم، لقد فتح ثغرة أنفي. لم يتبقى إلا طاولة واحدة. لا، لما لم تأتي الشرطة حتى الآن؟ سيدي، يجب أن تسرع، سيهرب السارق في أي لحظة. سأصل في الحال. سأحتجزه في المنزل، أرجوك فلتأتي إلى هنا بسرعة. سأفعل، انتبه. لن أتركك تغادر المنزل. قف. لا يمكنك الهروب الآن. لا. ما خبو ذلك الباب؟ كان يعمل جيدا من قبل. انهيت كل شيء. مرحبا أيها الشرطي. لا تقلق، سأهتم أنا بالسارق. السارق؟ لن تذهب إلى أي مكان. مهلا، لما أنت هنا؟ هل أنت سارق؟ سيدي، لابد من وجود خطأ. أنا لست سارق، بل هو. هانك، هل هذا أنت؟ طبعا هذا أنا. ماذا يجري؟ هانك سيدي، ماذا يجري هنا أيها الشرطي؟ تلقيت اتصالا بأن سارقا يسرق منزله. لست أنا، بل إنه هانك. سارق أغير منزلي، فطلبت المساعدة من هانك لأنه قوي. فهم، ظننت أن سارقا يسرق لك منزلك. ماذا قلت؟ أتخالني سارقا؟ أكنت أنت من وضع العلكة والزيت والفلفل على الأرض؟ لأكن صريحاً، لقد ساعدتني على نقل الأشياء. علي أن أشكرك على هذا. يعني هذا أنني ساعدت بدوري.